فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الزاد: ومن نوى الإفطار أفطر، فهل مجرد النية يحصل بها فساد الصوم؟ هذا في الفرض، إذا كان صائما فريضة ونوى الإفطار يفطر، لأن الصيام هو إمساك مع النية، إذا قطع النية انقطع الصيام. أما النفل فلا يفطر إلا بالأكل والشرب، ولو نوى ما يأثر ما دام ما أكل ولا شرب. نعم.